أي جواية مرد ونبلا لا بدونا إن يرهدي لا إدمه هذا وما سنتين شعورته ونعكسنا وكسر دويسين إلهي رال لا إذا كان نقضه وإذن مهد علينا هنا مردو برنامج كاتوس نوغو بلابان آيا وحان رمضا انتا آيا رأينا لجوغان انا كفاية دي سنو اي ابوكرا نو بلاب دونا حريريها برنامج كان اللو ريق دونا حد وحي قدم بيو ان شاء الله سودة وادان لايا مركلة وحان مهد علينا آيا تليها مارتي بوليس كاية دقمد عبد عسيس وحان لايا تلي احمد باشان ولو يقان تلي علولي وطي قارة نوال شقيي وحن سلايا مر والبا أبيني ما نسى سو تاعي تلي هذا وما سنتاي دحجوا جاكن الشرف في نوتاي وهم هذا علينا إن مركز الوزارة ده لأن يرد سبورتيكا استان تي في سيجارة نقول ما هذا علينا يا رونتي استان تي في أو آه أو مركز مقالة سعد قيبة كتاي جارة هم ده لأن يرد ما ده هذا شغالة الدون كمل والبا كسجين وحن لا يا هاي هذا دوم هذا سنتين جساكم الله خير مردو غرانكا اني وان كبحايا وحانا نسلكين دح بحايا ابو بكر ايو ماركتي ان شاء الله ايو حريريا وما سنتين عمرهانا وما سنتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله با مهادس كله قلبت سوكا يكيني انجنيري ريسو استاديوم وقلبت كده عيسو مراسبت دان خير كبادن وينو ودان ولا لهن أبو بكر وعمر تدوينا هرير مقدشة آد بان وقوم أهل علينا ناسي دا قروح دا بادن مراسبت دان يوسو أجيبين ومراسبت دان لسكو حسوسين إنو الله كعبسيقا ديار بادو تيم بان فيليا إن مركاسي آد مراسبت دان سي قروح بادن ودقي ستان وحبادن كفا إيدان ولا لهنا أن سيقروح بدن أسر دوينه غير مقدشة ديار متين غير مقدشة ديار متين غير مقدشة ديار متين ولي عود كي نسيف على ما مغلو واتهاي وحن رجيني أمركا إن أدك وذا فايدين سن دون تان مناسبة دان خير كبدن مناسبة دان سيد قروح بدن وحا سواء قاسمي أو أن أمه دعلين لنا دمان معمول الله قبل كبنادر محان قرائتي وحن سيقار وقمه دعلين يا عبد المجيد عمر أبو هادي أو مناسبة دان قيمها بدن أو ذلك إنسان وإنت صدد أو ككلي مدقمين كقبل كبنادر أي كقب جليان لما أنت ناد بني ذكوا ما هاد علينا نعيد كستوقع عن كل هيد مناسبة دان قبل قابين تذا مركان واحد صدى وينيا ولا الكي أبو بكر محمود عمر أبو بكر إلى صدى ويا رير مقدشو رير مقدشو رير مقدشو أبو بكر صدى ويا رير مقدشو دنكا ويا هردا دنكا أبو بكر سيف عنا لو صدى ويا أبو كرسي فعنا لو سدوي رير مقدشو دمان واحد ديارة تي في يدا أو مركاسي سيتوسا مناسبة دان اتبينية وحا حال كان ايقا موغدة تلفشن كدالك تي في سيدو كلا سومالي كي بل مقدشة كي بل اس بي سي دمان تداد بان قوم هاد علينا عمر سدوو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
والله فرحد إذا لمسوا كوبي كرمانتا إن أن أجيذ وجي آديات أقرح بضا إن أن أجيذ لنيرتا مقالة قروح بضا مقدشو إلهي سبحانه وتعالى هائذن حفظيو. والله فرحت أن فرح سنة هاي إيو يعني ووجيدا قروح ضبلا إيو كلا كان قروح ضبلا فرحت دي ذا ما أهمت لسوكو بك ربا وحان إذي كو سلام يا سلام كتمت قلبي إذن جعل سلام تإسلام كسلام كعت عانها كأود بضن بورها كان مع ملبك كان عرب بضن برفونك سلام ونبيك صلى الله عليه وسلم أولي هاي أسكو سلام وات إسجعلان إيسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ما أنت وحاكل ما يوحيت هاي فرحد آدي آدو بضن متك أقهر يوحيت هاي ما أنت ومالين عيد نبي صلى الله عليه وسلم وحوينو تلمامي إن مالين تجمع ذا أيت هاي مالين عيد مسلمين توحي ليه سدح عيدوت متك أقهر يوحيت هاي عيد الفطر يعيد الأضحى يعيد مالين تجمع ذا عيد يوحاكل ما وحيت هاي فرحدا يعني غير مقدشو يفرح هذا صومالي أودن إلى سبحانه وتعالى هذه حفظية والله إلى سبحانه وتعالى سده هل كانوا نقول كل مية هنقول كل مية جنديس آمين. إلهي سبحانه وتعالى هؤلاء حريستو إنجنير يريسو وحوءها قف كشقيا أمنيك مقالذن هبين إيا مالنا أشقيا وحن لا يهي عروتا أو دلي إنجنير يريسو إذنك أو كلية موسى إذنك لمن أناك أو دن أيو نغت انتي قلبي جينتا ويدريس انتهي ما أنت وان أدعينينا وحن لنا هاي إله يو دين تاذا يدل كاغا يدنت أمد أيو كشقين أيي إله يو خبري جيس أواسعي إله يو كدك خبري جيس روضة من رياض الجنة إله يو نغتاذي كبد باذي إله يو دنبي جيس داف إله يو عروتو كتغي كدك وكصبرا أجري حسنات نكسي آمين. تاريخ ذوي كحسي دونتا إنجنير يريسو أن أدعين صلاة والبكدب إن شاء الله تعالى ولا ليال ما لغو كل ما وحا اغو ناكسن وحيتها ما لها لغو امان ايو الله عز وجل بخرك ابو تيدلكا اعركا نبيك صلى الله عليه وسلم وحوينو تلمامي قومكم كل ما ميل هديكو كل مان أيغو أماني يا الله أيغو أماني يا نبيك صلى الله عليه وسلم أيغو إسحسوسين يا وناقس كشيغ يا أغنتاس هدي سميان ماشا ملائك يا إماني يا هد ملائك يا نرجوكتا محاضرة مكي دماتنا وحان للي يا متقانا استاغا إذنكو دنبقين لدافي والله ملك للغو مهلو إمسقف يا هد حماني وحلم دكو كولنتي لكن أنا نغتن محانا كلنسيي وجعل ان جعلنا هي الله ما انت ادونك ها اركان ان اي مقالده مقدشو كوكولنتي خيرك اي وناغا والله ما نن كل من قبيل جناعسي يا وحلمت اهلك محاينا كيني جعل ان جعلنا هي الله جعل ان جعلنا هي نبي صلى الله عليه وسلم اكن ادونك سبب كان قروح بدن انت هلكان جوغ او دن وا دلنير دلنيرتا ايا كلنتي جعل اي جعل يهن الله جعل اي جعل يهن نبي صلى الله عليه وسلم سبب كان ايام مضن الا فافيو سبب كان ايام مضن ادونك الا توسو أدونك أي وأركتو إن النهي دد يعني وناج يا خير مرول بكو كل ما سي أي أدونك وأركان ولا ليال محاك قروح بضن دينتين إسلامك ودين نحريس ودين جعيل
والدين كشقينا يا بيت مدينة إلى سبحانه وتعالى قوانك سوحو كليهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن لغبا وحيتهي وفضيت من إذن لغبا عليس دين تين ودين فضط أو قرح بضن قفك زكاة دوسا لعك هيسا أصاب الله سين أيابا رمضان كسون كهداد سومي كرين مالين كلسون أيا لغيري حج كهداد حجين كرين نواجب كوكو ماهن صلاة استاك هداد أودن فدي كدكو معاك قرح بضن إلهي سبحانه وتعالى إن بضن قوان كيسا سيدوك الحنق أمريا إنا نقول دات أسكو حيران دات يعني فرحسا إي وحلمتا إلهي وحليهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نقضب إلهي سبحانه وتعالى أولي دات فرح سما دام أنيق آتي هاي ستان إيه وحلمت بل إلهي سبحانه وتعالى قرآنك صوبتو سودجي متقانا واسل لغو شقي وناقين فرحدين إيه وحلمت إلهي وحولي هاي طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآنك مانا أسودجين سي أذيق عليس إيه مروق إيه ولو لغو أتكي ومي فضيت أيا إلهي سبحانه وتعالى ولي هاي بأسودجيني سي فرحدين لغو شقي سببتو ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أنا ما كون أبوغي هل كي أيكون أبوغي جنة صماهن كذب أيا نبي آدم عليه الصلاة والسلام ولا امتحاني ما كلا امتحان كذب امتحان كي يقول لسان وايي تاوحي سبب تي إن ألكنا لكينو آيات دعوه غي إلهي سبحانه وتعالى وكسود جيمة قانا نبي آدم وحي أهيت حالك يغي وحي تهي قل نهبطوا منها جميعا جنة جنادا كدغا ايالا ييري وحا اذن ايمانا يهنون كيغا وناك اي منهج با اذن صوت ديغيا الهي وحوليهي منهج كاس خوف كيراعا مغنى ملك الميو عبسي والول اي وحلمت الهي سبحانه وتعالى يعني قرآن كان أسباب أقوى نوسود الجيء وحيتهاي سل أقوش قيئو فرحدينا وناقينا إي وحلمت إلهي سبحانه وتعالى متكن حريص برا مجرت ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وألا كلها يهدى الدنبي أدقشت أنا قيس والله أبو مروك هديكو هيسو أنا قايا مروك تكافي ذي دين هدي لقوقو ليهي أنا قايا دين تكابحنا أنا قاعد تأيتاقو مروال بأنا قايا كاساري أبو إلهي سبحانه وتعالى على أولي يا هاي ما شاء الله دتك عادي وفرح سيمات سأسألوا بهاي ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هذه الزيادة فرح الدين آمين ما شاء الله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحونا لغبا وحيتها إنا كنا الله نلو القرح بضا طلكا عركا بضا بوغها إيا حيوانات كنا الأردن أناقا أيا نلو أبوغي إلهي سبحانه وتعالى أناقا أيو نو أبوغي وناقا هدان كد ذالنو طاعة إلهي سبحانه وتعالى هدان كد ذالنو أناقا أيا نو وناكسنتهي أناقا أيا نو في عنتهي أناقا أيا وحان إلينا وحيتهي نلو القروح بضن أو وناكسن إلهي سبحانه وتعالى أوليهي عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة رقئي الضمر خفك لي ماذا عمل وناكسن صلاة عبادة ذكر إلى سبحانه وتعالى يوحل متى أردن إلى سبحانه وتعالى وحليه وحان كنا ولينينا نرل ونكسن أنا أي نوفي عن تهيب ولا ليال ما أنت وحان جعل يستي إن أن أدر دار مطمان دلن يغتا هل كان جوغتا يطمان دلن يغتا ندابان إيسا الدون كمال والبايك جوغان ولا ليال وحان هيسنا وحيتا هاي فرصة آد إي آد أوين نبي صلى الله عليه وسلم أسيقو نودر دارما يوحولي هاي اغتنم خمسا قبل خمس كفا إذيسو شن أغموت انت أيسا كوئما شن كالي وحوت المامي كفا إذيسو دلن يغنم ماذا انت آدن دقوب
sababtoo ah qofka dhalinyar markuu yahay wuxuu u dhaxeeyaa laba marxaladood. Midka ugu horeeya waxay tahay magna waa yacni qofka waa carruur uu soo barbaaran yahay iyo wix la mid ah, magna wuu duqoobay. Laakiin xilliga ugu quruxda badan oo qofka uu haysto caafimaad iyo waqti iyo jir uu hayay iyo wix la mid ah oo nashaat iyo wix la mid ah energy aad iyo aad u badan waxay tahay qofka dhalinyar marka uu yahay, qofka dhalinyarnimadiisa marka uu ka faa'iidaysto noloshiisa oo dhan ayuu quuxin karaa. Sidoo kale nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay in maalinta qiyaamo qof walba anaga naga mid ah la weydiin doono waxa uu dhalinyarnimadiisa sameynayay. maalinta qiyaamo waa lagu weydiinayaa fursadan hadda aa haysatid waxaa lagu leeyahay waxay tahay miyaad ka faa'iidaysatay, maxaad samaysay iyo wix la mid ah. Waxaa loo baahan yahay in xilliga dhalinyarnimadeeda hadda aan ku sugannahay inaan ka faa'iidaysano, aan u faa'iidayno dalkeena iyo nafsadeena iyo ehelkeena iyo wix la mid ah oo dhan. ummad walba waxaa horumar gaasiya waxay tahay waa dhalinyarta baa gaasiisa diintan islaamka. Dadka horumar gaasiyay adduunka oo dhan waxay ahaayeen dad dhalinyar ah ayay ahaayeen. Haddaan annaga walaalayaal aan waqtigeena hadda ka faa'iidaysano, aqoon badan aan ziyaadsano iyo wix la mid ah oo dhan, dalkeena Soomaaliya iyo nolosheena oo dhan way isbedelaysaa. su'aashu marka waxay tahay sidee ayaa dhalinyarnimadeeda ugu faa'iidaysan karaa? Arrimo dhowr ayaan idin sheegayaa insha allahu tacaala. Waxaan jeclaystay waxay tahay in dhammaantiina qorta insha allahu tacaala haduu ilaah subxaanahu watacaala u idmo. Midka ugu horeeya waxay tahay aad ugu faa'iidaysan kartid dhalinyarnimadaada waa in aad wanaajisid xiriirka idin dhexeeya adiga iyo ilaahay subxaanahu watacaala, sababtoo ah adduunka oo dhan haddaad heshid laakiin aysan fiicnayn xiriirka idin dhexeeya adiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala, yacnii waxba ma haysatid. Laakiin adduunka dhan haddaad waysid xiriirka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad la leedahay adduu wanaagsan yahay, wax walba waad haysataa. Aan wanaajino xiriirka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu weyn salaada, maalinta qiyaamo waxa ugu horeeyana la weydiin doona waxay tahay waa salaada. Waxaa lagu leeyahay waxay tahay salaadaada xiriirka salaada iyo adiga idin dhexeeya waa sidee? Salaada ma ilaalin jirtay? Salaada ma wanaajin jirtay? Haddaad salaada aad ahayd mid ku xiran iyo wix la mid ah mid tukada ku dadaala, markaa waad gudbaysaa. Midka ugu horeeya waa muhiim. Sidoo kale nebiga sallallahu calayhi wasallam asigoo yacnii sakaraatul mowt ah adduunka ka tegaya ummaddiisa ayuu sidan u fiirinayaa, wuxuu leeyahay as-salaatu salaatu salaah, ku dadaala salaada, ilaaliya salaada, xifdiya salaada iyo wix la mid ah oo dhan. Waa dardaaranka nebigeenii sallallahu calayhi wasallam, walaalayaal, salaada aan ilaalino meel walba aan joogno iyo wix la mid ah. midka labaad oo loo baahan yahay inaan ku dadaalno, maasha allah aan isdhegaysana hal mar insha allah, allah idin xifdiyo. Midka labaad waxay tahay aan hagaajino qaabka aan u fekerayno, sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkan iyo cirkan iyo baddan iyo wax walba sababtu uu inoogu siiyey mataqaana, sababtu karaama iyo cizi uu noo siiyey, sababtoo ah waxaan nahay dad fakaraya leh maskax. Mar walba aan hagaajina qaabkan u fakarayno waa mar walba isbedela xaaladda hadda aan ku sugan nahay. Qof walba anaga naga mid ah xaaladda hadda uu ku sugan yahay waxaa keenay waxay tahay ficilo asiga uu la yimid, waxyaabaha asiga uu sameeyey, waxyaabaha asiga uu sameeyeyna waxaa keenay waxay tahay qaab iyo si uu u fakarayay. Haddaan hagaajino qaabka aan u fakarayno iyo wix la mid ah waxaa isbedelaya waxay tahay ficiladayna iyo nolosheena oo dhan ayaa isbedelaya. Waa inaan wanaajina qaabka aan u fakarayno iyo wix la mid ah.
qaabka aan ku wanaajin karnana waxay tahay waa aqoon iyo cilmi inaan ku dadaalno, cilmi cilmi inaan wax barano, inaan wax badan aan akhrino iyo wix lamita oo dhan. Cilmiga wax badan akhri. Aayadda ugu horeeya nebi sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejiyey waxay ahayd iqra akhri, mar walba aad akhrisid waa mar walba aad ogaatid wax kasii badan waxa hadda aad og tahay. Mar walba aad aqrisid waa mar walba aad horumar iyo wix lamita aad gaartid. Waa muhiim cilmiga iyo aqoonta aan ku dadaalno. Walaalayaal, dalkeena Soomaaliya qof kale uma maqna. Dadka bedeli lahaa loo baahan yahay inay qurxiyaan waa anaga. Isbedel ma imaanayo haddaanan anaga isbedel aanan samaynin. Isbedelka aad rabtid berita inaad aragtid maanta nafsadaada ka bilow. Muxaadarada kadib إن شاء الله تعالى وحا أغير أذيك أتقبين كرتد سماي بناك مكاد بحد هتاد أغكتد خشم مال يعني قولك يالا قاد أسكودي أذيك هتاد أغكتد غاري هداهي ستد أيها يسكلو غيني سوحاد هذا مكو قادي كرا تا أيا أسبدل وناجي هذا لذا يوحل متى أولن سماي إنت أغير أد سماي كرتد نفسد هذا كبلو قف والبا أناك أناك متى ما أنت هدو قاد مسؤولية نفسد ديسة أغاد نفسد ديسة أسينو يعني مسؤولو kayahay noloshiisa asiga uu mas'uul ka yahay uu wanaajiyo qof walba anaga mid aan nafsadiisa maanta duu ku mashquulo qof walba waxa isbedelaya waxay tahay magaaladan quruxda badan iyo dalka Soomaali oo dhan ayaa isbedelaya diyaar ma u nahay arintaas diyaar ma u nahay hadda kadib inaan qurxino wanaajino dalkeena iyo nafsadeena iyo ummadeena oo dhan diyaar ma u nahay arintaas go'aan aan qaadano hadda kadib maanta kadib in qof walba anaga naga mid ah uu bedelo nafsadiisa uu wanaajiyo uu horumariyo ilaahayna markaas ayuuna la jiraa marka aan dadaalno buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo fududeeyaa waxay tahay waxa aan ku dadaalnay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas buu inoo fududeynayaa waa shay aad iyo aad u muhiim ah arintaas inaan ku dadaalno qof walba nafsadiisa ku mashquulo aqoon iyo cilmi iyo wix lamita oo dhan wallaahi yacni wax ka qurux badan ma lahan daraad ayaa hoteelka ilaa magaalo kale ayaan aadayay gaari ayaan saarnayn waxaa arkaya waxay tahay shan qof meel ma taagna ilaa way qoslaya way dhoola cadaynayaan farcadda ka muuqata walaalayaal magaaladan Muqdisho khayr iyo nicma aad iyo aad u badan ayaa Ilaah subxaanahu wa ta'aala uu siiyay adduunka meel walba ka mid ah uusan yaalin lagana arkeenin diyaaradda Makkaan ka soo degay hawada aan dareemay in ka badan 30 dal ayaa u safray meel ka mid ah maanan ku dareemin barwaaqo nicma iyo barwaaqo waxaan haysanaa aanan la soo koobi karin walaalayaal waa inaan ka faa'iidaysanaa dadka ka faa'iidaysan lahaa qurxin lahaa bedeli lahaa waa aniga waa adiga waa shay aad iyo aad u muhiim ah isxisaabi isweydii maxaan u samayn karaa bulshada maxaan u samayn karaa sababtoo ah camal dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu jecel yahay ma taqaanaan ma rabnaa inaan noqono dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu jecel yahay yaa rab walaalayaal inuu noqdo qof yaa rab gacanta la taagto yaa rab in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaado yaa rab qaar aa ujeeda laba gacmay taaganaya maasha allah dhammaan waa rabnaa soomaahan wadada ugu fudud lagu gaara ma taqaanaan waxay tahay nebiga ayaa inoo tilmaamaya wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam dadka ilaahay uu ugu jecel yahay waa anfacuhum linnaas mid dadka wax tara bulshada wax ku ziyaadiya ummadda caawiya dadkaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay sameey adiga ummadda caawi ummadda wax u tar iyo wix la mid ah adigana waad helaysaa insha allahu tacaala adduun hada adduunka daadan ku helin aakhirada ayaad ku helaysaa waa shay aad iyo aad u muhiim ah aan hagaajina qaabka aan u fakarayno walaalayaal soomaaliya waxay ahayd libaaxa afrika wayna tahay wayna ahaan doontaa
لباح عيال نحي لباح وانا هندونا ولا ليال صوماليا ولا يابا اني داوى انا قطو لكن لغا ما يابا اني دمتو انا غا مغنى اسم دي بينو مادام انا غي ايدين كان جوغنو موغاديشو ايو صومالي او دن لغا ما يابا اني ربي ايان هيسنا عز وجل او اودي سكسغيس وحوالبا اله يو اله يو قف والبا كشقين يا بربر كدلكين اي مغالدا قوحدا بضن اله يو نغا خبوت اله يو اديغا ايان غعمها كو تاغنينا ربي كلا مليهن مليهن او ان وح ويديسنو اديغا ايا دهي اي ويديست وان ايدين كا عجيبيا اله يو اديغا ايان كو امين سنهي نبيغا ايان امنني كتبتادا ايان امنني مالنت قيام ايا رومي سنهي اله يو اله يو دلكينا كدغ امن اي امان اله يو نغدغ دت ود جراه اله يو نغدغ اله هيا قف والبك شقينا يا بربر كدلكينا اي فسهاد كدلكينا ظلم كوضا اله يو نغقبو اله يو نغقبو امين ولا ليا سببت ان لا ايمانو انغنا ان دعيسنا وشيء ادي ادو مهمه دعو كليا لو ما باهنا اسبابتنا وان لا ايمانا لكن اسباب تهدانا لا ايمان ما تونا اسك دعيسنا سوت قل ما اهم ولا لا يلنا يغنمدينا وانا كفايديسنا ميدك اوغو غاي waxay tahay wa ina xoojina xiriirkana gadhaya anaga iyo Allah midka labaadna wa ina hagaajina qaabka u fakareyno aan saxna qaabka u fakareyno aan ku buuxino maskaxdeena cilmi iyo aqoon iyo wax barasho iyo wax lamid ah waa muhiim midka saddexaadna waxay tahay aan lahaano hadaf nolosha hadaf laan macna iyo qiimo malahan nolosha wax macaan u yeelaya dadan u yeelaya tartan u yeelaya qorxinaya waxay tahay waa hadaf ila subhana wa taala wuxuu leeyahay afa hasibtum annama khalaqnaakum abatha miyad umudan illi din abuuray dheedheel waa may dhulkani ixkani anaga ila subhana wa taala dheedheel musanno abuurin hadaf ayaa laga leeyahay hadaf إلا سبحانه وتعالى وحوليهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفك لغبت باذي نارتا جننا لقليو قفك أيالي باني قف والبعنى نغم تأس ويدي ومحي هدفك نلشن محالك آيات ربطة طوان سنة كدب هذا إلا سبحانه وتعالى أكو قاسيو إنا تستاكسنات إيه وحلمتا هدف يالو هالك آيات أصعطا إيه وحلمتا هدف قف والبعنى نغم تأس ويديو ولا لا دين تينا اسلام كما ان اوكليا دين صلاه يا صون يا زكاه يا وحلمت اهوا مي هذه اللي يغاد ما انت دتك دان صلاه تكدان مساجد كون حفديان يعني الدكتور لا نقونين يعني غريها يعني يا وحلمت علمي قاسيانا لبغان اي بزنس قيانا لبغان ولا لا يا دتك هذه حنوسدان يا داوينيا دد ما داوينيا بربك جهلك بابا كوسي زيادة يدلكينا لبضى بوا عبادة إن أدونك آد بغتت آدن استيبن آخرنا إن أشقيست سيدا أيالو باهي هاي أدونك مكة لي ماذو وإن أنا أقول إن عاجسي وحلمت أوامي وإن وحبغنا وإن وحقنا وإن حفظاك لدون آم بغنا قفوا بأنا نقمت يسيدوك لسلاة عبادة وإن كدلنا لبضى وإن قفك وسكوها يستا إلا وحولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الدنيا آخر خفك وإنه سبوها يستاء الدنيا كده ذال آخرة نسيذوك له وشيء آديات مهمة هدف له هدف هدف مكة ديالتنا آمن قو أنصو هدف كاس إنا داري كرتد قف والبا أناغا نغمت وحو نقونا يا وحاو آمن سيهي آمن إنا تنقون كرتد dad yaani wadamada kale way noqdeen ayagana way yihiin dhalinyartooda ayaa horumar u keenay dalkana anaga buuna sugaya is aamin adiga kalsooni iyo wax lamid ah lahow wa anaga dadka loo baahan yahay inaan bedelno aan aaminno arintaas waa shay aad iyo aad u muhiim ah midka saddexaadna waxay tahay la imaw ficil 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 hadafkaaga iyo hadafkaaga riyadaada iyo riyadaas inay rumowdo waxa u dhaxaya ma taqaanan waa ficil aan ficil la imaano dhaqaaq iyo wax lamid ah aqri iyo wax lamid ah labo midka saddexaad waxay tahay sabar ayaa loo baahan yahay adkaysi ayaa loo baahan yahay ha isdiibin magana ha isdiibin hana ogolaanin ina isdiibtid
waa ku fikirtaa haa laakiin dib u istaag iyo wix la mid ah guuldarada waa inaad ogaatay waddo aanan yacni guusha kuu jihayn karin waddo kale ayaad qaadaysaa uu keliya ha isdhiibin waa shay aad iyo aad muhiim ah saddexaad waxay tahay hadaf inaan lahaano midka kalena waxay tahay afaraad loo baahan yahay in aan waqtigeena ka faa'iidaysano walaalayaal su'aal baan idin weydiinayaa annaga dhallinyarti annaga iyo dhallinyarta waddamada kale maxaa inoo dhexeeya labadeennaba waxaa haysanaa waxay tahay afar iyo labaatan saac annaga waxaa haysanaa afar iyo labaatan saac ayagana waxay haystaan afar iyo labaatan saac waa maxay waxa inoo dhexeeya waxa keliya noo dhexeeya waxay tahay midna waqhtigiisa ayuu nidaamiyey waqhtigiisa ayuu qorshaystay wax wanaagsan ayuu sameeyey midna musalsal ayuu ku mashquulsan yahay iyo wix la mid ah yacnii waqhtigeena waa inaan ka faa'iidaysanaa waqhtigeena aan ka faa'iidaysano waqhtiga waa nolosha sikin walba wuxuu sameeyaa waa daqiiqad daqiiqadahana waxay sameeyaan saacadooyin saacadahana waxay sameeyaan maalmo maalmahana wuxuu sameeyaa isbuuc isbuucina wuxuu sameeyaa waxay tahay waa bilkana wuxuu sameeyaa waxay tahay waa sanad sanadkana wuxuu sameeyaa waxay tahay waa qarni iyo wix la mid ah sikin haddaad dhumisid waa noloshaadii oo aad khasaarisay iyo wix la mid ah waqhtigeyna aan ka faa'iidaysano waqhtigeyna aan ka faa'iidaysano aan nafsadeenna u faa'iideyno ummaddeenna aan u faa'iideyno arrintaasna waa arrin aad iyo aad u muhiim ah sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxay tahay midka kale aan idinku dardaarmayo waa in midkaa daay aan sheegayay dadka aan wax u tarno annaga ayaa yacni dad kale nooma maqna walaalayaal lagama yaabo in qof kale uu noo yimaado ama waddamo kale ay noo yimaadaan maanta amni iyo barwaaqa ay noo keenaan waa may annaga ayaa loo baahan yahay inaan iscaawino midba midka kale inuu caawiyo midba midka kale inuu wax taro taana ajar iyo xasanaad ayaad ku helaysaa insha allahu tacaala mar walba dadka aad u naxariisanaysid xayawaanada aad u naxariisanaysid dadka aad u naxariisanaysid iyo wax lamid ta oo dhan adigana waxaa ku naxariisanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaasna waa arrin aad iyo aad u muhiim ah sidoo kale walaalayaal waalidiinteena aan baari u noqono waalidiinteena aan baari u noqono qof walba waalidiintiisa nool baari ha u noqdo sidoo kale waxaan idinku dardaarmayaa waxay tahay oo muhiim ah in aan badino jacaylka aan jecel nahay waddankeena walaalayaal jacaylka waddanka waa cibaada ajar ayaa lagu helaa nebiga sala allahu calayhi wasalam makka markuu ka tegayey muxuu yidhi ma taqaanaan makka kama bixi lahayn haddii qoomkaagii aysan iga saari lahayn jacayl uu jeclaa makka meeshuu ku dhashtay iyo wix la mid ah annagana waxaa loo baahan yahay waxay tahay in aan muujino jacaylka aan jecel nahay dalkeena in ilaah subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaano sababtoo ah waxaan nahay dad boqolkiiba boqol muslimiin ah ku hadla luqadaha adduunka midka ugu quruxda badan af soomaaliga deganna magaaladan quruxda badan aniga wallaahi waxa aan ku faraxsanahay waxay tahay mar walbana aan dhahaa alxamdulillah waxay tahay inaan ahay qof soomaali ah ku hadla luqadda soomaaliga sidoo kale leh asxaabtan aad iyo aadka u quruxda badan adduunka china iyo ameerika lagama helo yacni asxaabtan quruxda badan u kulmaya diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo khayrka sidee u dhegaystaan maxaa naga qurux badan walaalayaal hal mid ayaa loo baahan yahay qof walba annaga naga mid ah waa inuu hadda kadib uu sabi qurux badan uu ka bixiyaa dalkiisa anigoo jooga nairobi waxaa raba waxay tahay halkaana u soo socday instagram ayaan waxaa rabay sabir inaan geliyo kadib google ayaa waxaan ku qoray waxay tahay mogadisho moqadisho waxaa ii soo baxay ma taqaanaan anaa isku naxayba waxaa ii soo baxay waxay tahay sabiro aad u moodid yacnii dadkan dagaalka labaad ee adduunka may hadda ka soo baxeen yacnii yaa loo baahan yahay inay beddelaan arrintaas waa annaga soo maahan mid walba annaga naga mid ah hadduu faafiyo sabiirada quruxda badan dalkiina cuntooyinka fareshka ah iyo jawiga macaanka badan iyo wix la mid ah hadduu faafiyo wanaagga iyo ixsaanka iyo wix la mid ah adduunka oo dhan maydiyah oo dhan annaga ayaa qabanayna
waa shay muhiima qof walbo qaad yani dalkaaga adaa mas'uul ka ah adaana loo baahan yahay qoxda dalka in uu hormariyo uu gaarsiiyo adduunka oo dhan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ha idin xifdiyo walaalayaal ilaahay subxaana ha idin xifdiyo insha allahu tacaala aan isku soo ducayno wallaahi aad iyo aad baa idin jeclahay ilaahay waxaan weydiisanayaa caza wajal sida halkan uu nagu kulmiyey inuu nagu kulmiyo jannadiisa ilaahayow sida halkan aad nagu kulmisay nagu kulmi jannadaada ilaahayow waxaan nahay dad dartaadi halkan ku kulmay ilaahayow waxaan nahay dad dartaadi isku jecel ilaahayow taa awgiisa noogu naxariiso walaalayaal nafsadeena iyo dalkeena ha u ducayna sababtoo ah ducada mucjizaadka ay leedahay ma taqaanaan nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa habeenay u timid waxay ku tiri waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ii weydiisaa inuu isiiyo caruur inuu ilmo isiiyo nebi muuse toos ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ula hadli jiray nebi muuse ilaahay ayuu la hadlay wuxuu ku yiri waxay tahay ilaahayow gabadhan waxay ku weydiisanaysaa inaad ilmo siisid kadib ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa u jawaabay wuxuu ku yiri waxay tahay aniga gabadhan waxaan u qoray waxay tahay in aysan waxba dhalaynin imtixaan weeyaan ha ku sabarto nebi muuse gabadhi ayuu u sheegay gabadhu way iska baxday haddana muddo kadib maalin kale ayay u timid waxay ku tiri waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ii weydii inuu ilmo isiiyo aniga ilma u baahanahay haddana nebi muuse mar labaad ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiiyey wuxuu ku yiri waxay tahay ilaahayow ilmo ayay ku weydiisanaysaa ilaahay wuxuu ugu jawaabay waxay tahay gabadhan waxaan u qoray inaysan waxba dhalaynin khalaas way isku dhammaatay kadib nebi muuse muddo kadib wuxuu arkay gabadhii oo cunug yara haysata wuu weydiiyey wuxuu ku yiri waxay tahay cunugan ma adaa dhalay waxay tiri haa nebi muuse isku yaabay yacni ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi gabadhan waxba ma dhalayso cunuganna ayada ayaa dhashay waa maxay sirta ku jirta ilaahay ayuu weydiiyey wuxuu ku yiri waxay tahay ilaahayow waxaad igu dhahday waxay tahay gabadhan inaysan waxba dhalaynin ee waa maxay sirta ku jirta ii sheeg kadib ilaahay ayaa u jawaabay wuxuu ku yiri ma taqaanaan wuxuu ku yiri waxay tahay nebi muusow mar walba aan u qoro gabadhan inaysan waxba dhalaynin waxay idhihi jirtay ilaahayow midka naxariis badanahow isii ilmo kadib ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay naxariisteeda ayaa ka awood badatay awooddeeda naxariisteeda buu ilaah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ayaa ka awood batay awooddeeda ilaah subxaanahu wa tacaala mid ka naxariis badan ma jirto walaalayaal wuuna jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa shay muhiima hadda kadib inaan ku dadaalno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo waan idin soo ducaynayaa insha allahu tacaala idinkana ii duceeya allah ha idin xifdiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo wallahi aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad halkan ugu qayb gasheen jazaakum allahu khayra aad baa ugu mahadsan yahay sheekh abuukar jazaaka allah ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo dadweynaha reer muqdisho aad baan ugu mahad celinaynaa sida quruxda badan ay u soo ajiibeen munaasabadani waxaan codsanaynaa wiilasha siligan taagan inay fadhiistaan qaybtaas bannaan inay fadhiistaan si markaasi ay si fadhi markaasi ugu ajiibaan muxaadarada khayrka badan markaana hadduu allah awoodda liidmo waxaan u yeerayaa cumar maxamed cumar sheekh cumar baan soo dhowaynaynaa aan si qurux badan usoo dhowayno daawadayaal dadweynaha halkan jooga waxaan kaloo u faa'iidaynaynaa in uu idin yaallo buuggii ku raaxayso noloshaada oo isla markaasna garoon